بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة احنا هنتكلم عن فوائد الفلفل الأسود للحمام. الفلفل الأسود جميل جدا للحمام، لو الحمام كسلان، لو الحمام مش عاوز يدي انتاج كويس، الحمام شكله كده مش مبسوط، ممكن تديله فلفل أسود جميل جدا وبيساعد على التكاثر بتاع الحمام وممتاز جدا. يعني انا عامه انا بجربه دايما يعني. والطريقه بتمسك الفاز الحمام زي ما انا ماسكه كده، والذكر بتديله، الذكر بتديله 5 حبات، 5 حبات فلفل اسود، تديله 1 2 3 4 5. والنتاية بتديها 3، يعني الذكر 5 حبات والنتاية 3، وده هيدي معاك شغل جميل جدا يعني، وعن تجربة يعني. لو البيض مروق أو بيطلع رايق الحصى، ممكن برضو تديله فلفل أسود، هي إن شاء الله هتلاقي البيض فيه وإن شاء الله هيبقى تمام بإذن واحد أحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.